أعود وإياكم اليوم إلى ذكريات الإفطارات الجماعية التي كانت تقام في مركز تجمع القرى المسلمة غرجومي في أجرة بجورجيا ضمن مشروع إفطار صائم قبل كورونا، والذي كان يقام بإشراف من مطعم مكة وتمويل من متبرعين عرب أو بتبرعات شخصية من المسلمين الجورجيين. بداية كانت تجهز المقاعد الخشبية باكراً وترص إلى جانب بعضها البعض، ثم توزع المشروبات والمقبلات على الطاولات بينما يتم توزيع اللحم والأطباق الساخنة عند الإفطار. يشارك في الإعداد والطهي أهالي تلك القرى، حيث يقوم الرجال بطهي الطبق الرئيسي طبق اللحم والذي يسمى قاورمة بشكل جماعي، بينما تقوم النساء بتجهيز المقبلات والحلويات بشكل جماعي أيضا. أما أطباق الحلويات فيعد الرجال طبق الهاسوتا، وهو طبق شعبي خاص من الحلويات يتكون من السمن والسكر والسميد. بينما تحضر النساء البقلاوة الجورجية التي تشتهر بها جورجيا. وما إن ينتهي المصلون من صلاة المغرب حتى يبدأون بالتوافد بشكل جماعي إلى سفرة الإفطار، بينما يبدأ الجميع صغاراً وكباراً في المساعدة بسكب الطعام وتوصيله ساخناً إلى الصائمين. وكان يقام عادة هذا الإفطار في ساحة مسجد غرجوم المركزي، وكان يشارك فيه الكثير من الصائمين من غرجوم نفسها ومن القرى المسلمة المجاورة لها.